نادية فكري لاعبة رفع أثقال بارالمبي، حققت أخيراً في باريس 2024 الميدالية البرونزية. توجت المصرية نادية فكري بالميدالية البرونزية في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية. ظهرت لما بفرح، لما محمد ابني نجح ثانوية عامة أنا مليت الدنيا زهريت، فهو داخل عليا بقيت أعمل له الإعاقة أنا ما اتولدتش بيها، أنا جالي وأنا عندي سنة ونص، بعدها جالي شلل كامل. جاية النهاردة علشان أقول لكل أم خليكي زي أمي، شوفي في ابنك اللي مش أي أم تشوفه، لأن أنتي افتحي النور بتاعه. صراحة بالنسبة لي ده حياتي، أوقات كتير جداً كنت أحس إن أنا خلاص مش قادرة أكمل، أقول له أنا شطبت يا صلاح، يقول لي شطبت إيه؟ لا أنت نجمة. هو حبيبي. أنا بقالي 30 سنة في المركز الأولمبي تحت رعاية الدولة المصرية، متمثلة في وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية. الفترة اللي تولى فيها رئيس السيسي حياة الرياضيين بالنسبة لنا اختلفت كتير، وخاصة كمان اللي أنا منهم ذوي القدرات الخاصة. الحمد لله دعم الدولة خلاني أقدر إن أنا أعمل ده وأقدر أشرف مصر في باريس 2024. لما بكون قاعدة قدام النيل كده وببص له بفتكر كل اللحظات الحلوة مع جوزي ومع أولادي، بفتكر كل الأوقات الجميلة اللي أنا مريت بيها، فعارفة إن أنا لما أقول للنيل حاجة فإن شاء الله هحققها. في حاجة كمان كنت نفسي ان انا اعملها بقالي كتير محرومه منها، ان انا انزل البحر، فعمل لنا مكان مهيئ لينا ان احنا نقدر ننزل البحر بمنتهى السهوله. الحمد لله الرئيس السيسي صالحنا على البحر.